ضربات خاطئة هذه المرة أم متعمدة؟ سؤال يبحث عن إجابة لما حدث في تعز، فالمكان المستهدف من قبل طائرات التحالف واضح أنه تابع لقوات الجيش الوطني، ولم يعد هناك مجال حسب عسكريين لإمكانية الخطأ الفني في الإحداثيات. وقد أدى قصف طائرات التحالف العربي على منطقة جبل العروس بصبر في تعز إلى سقوط مدنيين كانوا في نزهة، وأكدت مصادر طبية استشهاد قرابة 3 نساء وجرحى مدنيين آخرين. وصلت عندنا سيارة يعني مسيحين من حق شرعاب السلام، بعدها احنا قسينا قلنا لهم هناك المطار نزلوا يتسيحوا، ما خليناهم يدخلوا الموقع. 5 دقائق والطيران وصلت ضربت 2 صواريخ جمعة. تقول مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع للجيش الوطني بمحافظة تعز بالإضافة إلى أبراج إذاعة محلية، وأوضحت المصادر أن الطائرات شنت 3 غارات أدت إلى تدمير بعض الآليات العسكرية، فيما أكد مسعفون تدمير مدفع هاوزر يستخدمه الجيش الوطني في ضرب مواقع الميليشيا الإنقلابية. وتم 2 صواريخ إلى الشاق و2 إلى داخل الموقع، داخل المطار رأساً، ويقولون له الآن المدفع انتهي بسبب ضربة الصواريخ. ولم تصدر أي بيانات عن الجهات الرسمية والجيش الوطني، لكن السلطة المحلية اكتفت بالحديث عن أهمية التحقيق في الحادثة والتواصل مع قيادة التحالف. نحن نستغرب أن يأتي القصف من الطيران، هذا الموقع يبعد عن مسافة كبيرة عن مسألة المواجهات مع عصابة الحوثي. 3 صواريخ ربما استهدفت 3 مواقع أدت إلى ضحايا شهداء، سقوط 3 نساء ربما وطفل، وهناك مصابين أيضا. طبعا العملية جارية التحقيق الآن، تحقيقات جارية، تم التواصل مع الأخوة في قيادة التحالف حول الموضوع، وهم ربما الآن عاكفين على مسألة التحقيق في هذه القضية. لا توجد إجابة واضحة حتى الآن عن دوافع قصف التحالف العربي لمواقع عسكرية تابعة للشرعية، في ظل تأكيدات عسكرية في الجيش الوطني أن المسافة بين مواقع الجيش والميليشيا الإنقلابية بعيدة جدا. قصف مواقع الجيش الوطني في تعز حادثة خطيرة في نظر مراقبين، يمكن أن تحدث أزمة قادمة بين الشرعية والتحالف، خصوصا وأنها أتت وفق محللين بعد رفض قيادات في الجيش الوطني إنشاء حزام أمني تابع للتحالف.